لما نحن كلنا نواجه أوقات صعبة، أوقات بتتحدينا تماماً مثل الأوقات الاقتصادية اللي عم نواجهها هلأ، الأفراد والعائلات والمؤسسات تبدأ تعمل تقييم للأمور يلي هي مكاسبهم وشو هي الديون يلي عليهم. نحن كلنا نبتدي بإعادة ترتيب أولوياتنا، فإذا الأوقات الصعبة مش دايما سيئة، لأنه بتساعدنا كلنا نبدأ نركز على شو المنتج بحياتنا وشو مش منتج، على شو مهم بحياتنا وشو مش مهم. لكن تخصيص وقت لحتى تقيموا أولوياتكم أمر شديد الأهمية، إنه تاخدوا وقت لتفحصوا شو هي المكاسب الفعلية بالحياة وشو هي الديون الفعلية أمر كتير مهم. وبالإصحاح 3 من الرسالة لأهل فيليبي، هيدا بالتحديد يلي بيعمله الرسول بولس بحياته الروحية. من أجل هيك بديكم تفتحوا معي على فيليبي الإصحاح 3 بدءا من الآية 1، لأنه الرسول بولس على الرغم من أنه بالسجن كان عم بيواجه أمور أسوأ من السجن. أعظم تحدي له كانوا هدول الأشخاص يلي هن أعداء الصليب وسبق وخرجوا ليدمروه من أجل أنه يدمروا رسالة الإنجيل يلي كان عم يبشر فيها. هن يلي كانوا عم يركضوا بكل مكان ويقولوا نعم فيكن تخلصوا بيسوع بالإضافة للختان. لما كلمة بالإضافة بتدخل بيكون إنجيل كاذب. انتو ما بتخلصوا الا من خلال يسوع المسيح، وكان عم بيواجه هالاوقات الصعبة بالتعامل مع هالاشخاص. كان عم بيواجه اوقات صعبة وهو عم بيصد الاشخاص يلي عم بيحاولوا انه يدمروا رسالة الصليب ورسالة النعمة ورسالة الايمان. فاخذ وقت لحتى يقيم مكاسبه الروحية وديونه الروحية. أخذ وقت لحتى يشدد على شو هي الأمور المهمة وشو مش مهم. أخذ وقت لحتى يحدد شو الأمور القيمة وشو الأمتعة يلي من دون فايدة بالحياة وكلنا بنحمل منها. بعرف أنه بحملها الأمتعة يلي بدون فايدة، نحن بحاجة دايما لنتطهر منها. أخذ وقت ليركز على يلي بيعطيه فرح حقيقي وعلى يلي ما بيعطيه غير التكبر والتفاخر. وبهالطريقة بيترك لنا قدوة رائعة لنقتدي فيها. بعتقد انه كل مؤمن بحاجة انه يعمل هالشي، لكن بخاصة لما تفقدوا فرحكم، لما بتبتدوا تفقدوا فرحكم، لما بيعوزكم فرح، انتو بحاجة تتبعوا مثال الرسول بولس. بتكونوا بحاجة لتدقيق شديد، تدقيق روحي بحياتكم. اكتشفوا على شو كانت أولوياتكم مركزة، وهالأمر مهم. تعرفوا ليه؟ لأنكم رح تكتشفوا إنه السبب بفقدانكم للفرح هو الأمور يلي اعتقدتوا كانت مكاسب إلكن هي بالفعل ديون عليكم. رح تكتشفوا إنه يلي اعتقدتوه إنه مصدر ثقتكم ويلي اعتقدتوه إنه مصدر أمانكم واللي اعتقدتوه هو مصدر رضاكم هو بالفعل عم بيسبب لكم انه تفقدوا الفرح، وعم بيسبب لكم تقللوا من قيمة فرح الرب. رح تكتشفوا انه الامور نفسها يلي بتفتخروا فيها هي بالفعل مش اكتر من امتعة من دون فايدة بالحياة. امتعة عم تمنعكم من انه تعيشوا دايما بحالة فرح الرب الحقيقي. نحن حرفيا بنص الطريق بسلسلة عظات عن الفرح من الرسالة لأهل فيليبي، واليوم بدي أتكلم لكم عن كيف نقدر هالفرح، كيف تقدروه بحياتكم. لأنه كتير من الأوقات من خلال تجربتنا جميعا نحن ما نفهم قيمة الأمر أو الشخص لحديت ما نخسرهم. والرسول بولس عم بيحاول بكل قوته من أجل أنه يدفع أصدقائه أهل فيليبي
انه يبتدوا يقدروا فرح الرب، مثل ما سبق وقلت لكم من قبل هالكلمة فرح مذكورة مرات كثيرة بهالرسالة. هو عم بيعمل أقصى ما بوسعه لحتى يجرب يحذرهم من أنه يوقعوا بالفخاخ يلي عم ينوضعوا دايما أمامنا لتسبب لنا مش فقدان الفرح فقط، لكن تقليل من قيمة هالفرح. مش بحاجة تكونوا خريجي مدرسة لاهوت لحتى تعرفوا أنه جسدنا يلي هو الجزء الغير مفدي يلي رح يندفن ويتحول لتراب، لما روحنا المفدية ونفسنا رح تحلق للسماء وتدخل الجسد الممجد يلي من خلاله رح نقدر نسبح الله كل الوقت بالسماء. هالجسد عم يشتغل ويجتهد دايما ليدفعنا انه نقلل من قيمة فرح الرب. انتو مش بحاجة تعرفوا لاهوت لتفهموا انه هالعالم عم بيتآمر باستمرار سوا، من الاعلام للسوق لمكان العمل، كل مكان بتروحوا له عم بيتآمر ليدفعنا نقلل من قيمة فرح الرب. وكمان الشيطان بالكواليس عم بيحرك مش فقط العالم لكن كمان الجسد ليدفعونا نقلل من قيمة هالفرح. هل كنتوا عارفين انه مقابل كل قيمة مسيحية في قيمة مزيفة بالعالم؟ هل كنتوا عارفين؟ كل قيمة مسيحية، على سبيل المثال نحن عنا فرح، فرح الرب، هن عندهم سعادة. نحن عنا محبة بالحياة المسيحية، هن عندهم الجنس المباح. نحن المسيحيين عنا ثقة بوعود الله بغض النظر عن الظروف، هن عندهم أمان مادي. بينما المسيحيين عندهم سلام بفوق التصور بوسط الأوقات الصعبة، هن بيكون عندهم راحة ذاتية. ومن أجل هيك السعادة هي أمر مؤقت، السعادة مرتبطة بالظروف، لكن الفرح هو دايم ومستمر. السعادة بتعتمد على يلي بيصير معكن، لكن الفرح بينبع من ثقتكن بوعود الله. هو أحد أتعس الأمور بحياتي لما بنظر من حولي وبشوف المسيحيين يلي وقعوا بفخ العالم. هن بيفكروا مثل العالم وبيتصرفوا مثل العالم، قللوا من قيمة فرح الرب مثل العالم، وهن بدلوا فرح الرب ليلي بيعتقدوا انه رح يجيب لهم سعادة. لا عجب انه في كتير اشخاص محبطين ومكتئبين ومهمومين بالكنيسة على قدر ما في خارج الكنيسة. يمكن هالامر ما يفاجئكم لما تعرفوا انه الفرح هو مرتبط بالشدة بالمعرفة الناضجة لكلمة الله. ما فيكن تفرقون عن بعض، حاولوا قد ما بدكن. الفرح بحياتكن والفرح بحياتي متصل بشكل عميق مع المعرفة الناضجة لوعود الله بكلمة الله. ومن أجل هيك بمزمور 19:8 بيقول: وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. المزمور 119:14 بيقول: بطريق شهادتك فرحت كما على كل غنى وثروة. والرب يسوع نفسه قال بيوحنا الإصحاح 15 الآية 10: إن حفظتم وصاياي لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. شايفين الطاعة والفرح لازم يمشوا سوا. عدم الطاعة رح يجعلكم مسيحيين فاقدين الفرح. ومن أجل هيك مش من المفاجئ كمان انه هالجيل من المسيحيين يلي قللوا من قيمة واهمية التعاليم الكتابية، يلي قللوا كمان من قيمة الحق الكتابي، هن فقدوا فرحهم. عم يتصرفوا تماما مثل الناس يلي بالعالم. اسمعوني بوضوح بهالنقطة. اذا قريتوا كتابكن المقدس شي مرة، اذا قريتوه بالمناسبات فقط، إذا قريتوه لما يكون معكم وقت عاجلاً أم آجلاً، فرحكم رح يقل، وبعدين بعد فترة صغيرة رح تبتدوا تقللوا من قيمة هالعطية الغالية يلي الرب يسوع بده كل واحد من أولاده يكون عنده إياها، فرح الرب.
ومن أجل هيك بيبتدي بولس بالإصحاح 3 بيبتدي بأنه يقول لأهل فيليبي أنه ينتبهوا من هالناس. مين هن هالناس؟ هن الناس يلي عم بيقللوا من قيمة حق كلمة الله، هن الناس يلي عم بيقللوا من قيمة سلطة الكتاب، ولما يحدث هالأمر ما بيعود في فرح. بالواقع بيستخدم كلمات قوية، هو بيسميهم كلاب. شايفين الكلاب بهذيك الأيام كانت كتير وحشية، كانت كتير شرسة، وكانت الكلاب تهاجم المشاة على فجأة. بقصد انهم كانوا مثل الضباع او مثل الحيوانات يلي بيسموها باستراليا الدينغو، كانت كلاب شرسة، وهيدا يلي بيقصدوا بكلامه. عم بيقول لهم انتبهوا كتير رجاءً، عم يترجى الجميع حرفياً انه ينتبهوا من يلي بحاربوا أهمية كلمة الله. عم بيقول لهم انتبهوا من يلي بيقللوا من أهمية السلطة الكتابية، انتبهوا من يلي بينكروا سلطة الكتاب المقدس على انه كلمة الله الموحى بها، انتبهوا من يلي رح يغروكن ويغووكن لتبتعدوا عن طاعة كلمة الله باستخدام كلمات مهدئة ونعمة وفلسفة نفسية، انتبهوا من يلي رح يجوا لعندكن بأفكار خيالية وفلسفات مغرية وأفكار بتكون جذابة للجسد، انتبهوا كتير. ليه هالأمر مهم؟ لأنه هالأمر ما رح يخليكن فقط تفقدوا فرحكن، لكن رح ينتهي الأمر فيكن تقللوا من قيمة فرح الرب. اسمعوني، الفرح والطاعة هن وجهين لعملة وحدة، ما منقدر نفصلهم عن بعض. لما بتضعفوا طاعة لسلطة كلمة الله رح تفقدوا حقيقة فرحكن كأفراد. إذا وضعتوا ثقتكن بأي أمر أو أي شخص آخر غير كلمة الله رح تصيروا أشخاص بدون فرح، ولما تصيروا أشخاص بدون فرح سريعا رح تقللوا من قيمة وأهمية هالعطية العظيمة، فرح الرب. ومن أجل هيك بيكمل بولس ليقول بالآية 4 فيليبي 3:4، اسمحوا لي لكم شو عم بيقول. أوكي، هو عم بيقول أنا مريت بهالأمر وعملته واشتريت التيشيرت لأثبت الأمر. هذا هو القصد من الفكرة، هذا اللي عم بيقوله هون. عم بيقول أنا كنت بالحقيقة ضحية لخداعهم، كنت اعتقد مثلهم، كنت اتكلم مثلهم، كنت اعتقد انه فرحي بينبع من تكبري وبينبع من مجهودي بعمل الاشياء، كنت اعتقد انه تكبري بينبع من النقاط يلي جمعتها عند الله بعمل الامور الصغيرة هون وهونيك، كنت اعتقد انه فرحي بينبع من اتباع طقوس معينة، كنت اعتقد انه فرحي بيجي من تحقيق مستويات خدمة معينة. أنا كنت مثلهم، كنت أعتقد أنه فرحي بينبع من رغبة بأنه الناس يدلوا علي ويقولوا طلعوا فيه. ليك وينه هالرجل العظيم؟ هو بيحفظ كل الناموس وكل الطقوس. شوفوه، ما بتعجب أنه يسوع قال انتبهوا، لأنه ويل لكم إذا كان بدكن العالم يحكي فيكن حسنا. شو ما بيمدح العالم فهو رسالة فارغة وفاضية، هي مش رسالة الإنجيل. لأن بولس عم بيقول هون أنا لما وصلت لمعرفة الرب يسوع المسيح إني خلصت بالنعمة فقط، كل هالأمور كانت أمتعة بدون فايدة. الأمور يلي كنت مفكرها هيدي كتير مهمة ما عادت مهمة أبدا. تدقيقه الداخلي يلي كان عم بيعمله بحياته هو عم بينظر لهالليحة السابقة من المكاسب وكل الأرباح وكل الفوائد وقال إنها فقدت كلها، صارت نفاية مقارنة مع المسيح بكل وقت. بولس ولا مرة أنكر حقيقة إنه كل الأمتع يلي بدون فايدة يلي كان مفكرها أمور منيحة ومهمة وإنه رح تكسبه خلاصه، إنه رح تربحه طريقه لله، ما قال ولا مرة انه هالامر ما امن له احترام بالمجتمع، لانه امن له احترام. ولا مرة قال انه ما امن له قبول بالمجتمع، هو ما قال انه ما امن له شعبية دينية لانه امن كل هالامور.
لكن لازم تختاروا، هل بدكم هالأمور أو بدكم تسمعوا الكلمات الغالية من الرب يسوع: نعما أيها العبد الصالح والأمين. ما بتقدر تحصل على اثنين. فحط كل مكاسبه بخانة الأرباح، لكنه قارن لاحقا مع المسيح وقال: مقارنة مع المسيح كل أرباحي كل مكاسبي بتبقى ماشي غير ديون روحية. شو هالليحة الملفتة؟ هي ليحة ملفتة فعلا. بحسب الطقوس هو مختون باليوم الثامن، ولما تختتنوا باليوم الثامن هيدا مثالي. النسب الديني هو جزء من العهد، مش هيك فقط، لكنه كان من سبط بنيامين، وهي أحد أكثر الأسباط المحترمة بإسرائيل، وأسمى تقليد عبراني من العبرانيين. ما كان دمه ممزوج أو ملوث بالأمم. أنقى كل المعتقدات التقليدية اليهودية الفريسية. بقصد أنه أخلص المخلصين على الإطلاق كان عم يضطهد الكنيسة. ما تنسوا أبداً أنه بولس كان عم يرهب كنيسة يسوع المسيح، وكان معتقد أنه هيدا أمر إيجابي، هيك رح يفوت على السماء. كان كتير مخلص. وهل سمعتوا الناس عم بيقولوا ما بهم شو بتآمنوا طالما أنتم مخلصين؟ هل سمعتوا هالأمر؟ رأيي نعم، بإخلاص غلطانين. أسمع كل الناموسيين، حافظ على كل الطقوس الخارجية. لكن شوفوا الآية 7، لأنه بسرعة بيقول إنه هالهدف تحول لرمال متحركة لما قابل يسوع. لما قابل يسوع، شايفين؟ بمجرد ما قابل يسوع، لما فهم بولس إنه خلاصه هو بالنعمة وحدة وباقي حياته هي ليطيع يسوع، هالليحة تحولت من مكاسب لديون. إذا كنت شخص أمضى حياته لحتى يبني أعظم ملف وحقيبة استثمارية ممكنة، بقصد أنه فعلياً بحسب معايير البشر مذهل تماماً، ولاحقاً تكتشفوا أنه ما بيستاهل حتى الورق المكتوب عليه. هالأمر مش كتير بعيد، كل المستثمرين اللي أفلسوا أدركوا هالأمر. هذا يلي عم بيقوله بولس: أنا عملت كل هالأمور ما لها قيمة. بولس عم بيقول: أنا عملت كل هالأمور وأنا معتقد أنه هالأمور رح توصلني على السماء، كنت أعتقد أنه هيدي كلها رح توصلني، وأدرك أنه مقارنة مع المسيح هي نفاية زبالة، والكلمة أقوى من هيك. في شخص قال جملة بتلخص فعلا حضرتنا اليوم وبتعبر عنا منيح. قال: عارفين أنا ما بعترض على سباق الجرادين إذا طلع لي جبنة أكتر بالآخر. هذا يلي وصلنا له. وبولس قال: كل هالأمور يلي بخانة الربح وبخانة المكاسب بدفتر الحسابات انتقلوا فعليا لناحية أو خانة الديون أول ما قبلت يسوع. لأنه لما صار عندي يسوع صار عندي كل المهم بالحياة. أنا بحب يلي قاله جون ويسلي مرة، كان بطريقه ليوعظ بمكان ما ولحقوه وقالوا له: يا سيد ويسلي، يا سيد ويسلي، لازم ترجع، لازم تلغي التزامك بالوعظ، بيتك عم بيحترق. فقال: لا، أنا رح كمل ورح روح أوعظ. قال: بيت الله عم بيحترق، هو بيقدر يعتني فيه. بكل مرة بحاول شارك المسيح مع شخص بقول: طيب أنت بتعرف القاعدة الذهبية؟ إذا بعيش بحسب القاعدة الذهبية بكون بحال منيح. فبسألهم: وعيش أنت بحسب القاعدة الذهبية؟ لا. مش مذهل هالأمر؟ أنا عم بحاول ورح يمشي حالي. لا، ما رح يمشي. لكنكم تعرفوا شو أفضل مثال بقدر استخدمه؟ أنا عم بحاول أن أوصف الفرق بين البر البشري والبر يلي يسوع وحده بيعطينا إياه، إن مثل لعبة المونوبولي. المال كتير ملون، لعبة مسلية، لكن وحده الغبي بياخد مال مونوبولي وبيحاول يشتري أغراض للبيت فيها. تخيلوا صدمة كتار من الناس يلي بيعتقدوا انه اذا كانوا صالحين كفاية او بيحاولوا انه يكونوا صالحين راح يروحوا على السماء. هو مثل شخص عم بياخد مال مونوبولي ويحاول يشتري أغراض البيت فيهم. ما بينفع. في طريق وحدة للسماء، وهي من خلال يسوع المسيح وخلاصه بالنعمة وحدة بالإيمان وحده. وفيكن تقبلوا اليوم. إذا ما قبلتوا خلاصه من قبل،
بتقدروا تجوا لعنده وبتقدروا تطلبوا منه أن يغفر لكم خطاياكم لحتى يعطيكم عطية الحياة الأبدية. وبولس عم بيقول كل الأرباح يلي فكرتها مكاسب طلعت نفاية مقارنة مع البر والقداسة يلي يسوع المسيح وحده بيعطيني إياها. شوفوا الآية 9، وليس لي بري الذي من الناموس ولا تبرير بالشريعة، بل التبرر الذي بالإيمان بالمسيح، وهو التبرير الذي يمنحه الله على أساس الإيمان. ومن اللحظة يلي اكتشف فيها بولس انه مكاسبه هي فعلا ديون، طور بذهنه هدف واحد أسمى بالحياة. الأسمى بين كل الأهداف، الأعظم بين كل الأهداف موجود بالآية 10، وهيدا هو هدف بولس بالحياة، ورح أتكلم عنه أكثر بالعظة المقبلة. هو عم بيقول كل يلي بدي إياه بالحياة هلأ إنه أعرف المسيح وقوة قيامته وشركة آلامه. ليه؟ اسمعوني، لأنه وحدة قوة قيامة يسوع المسيح تقدر تشهد لقلوبنا الفارغة، وحدة قوة قيامة المسيح تقدر تهزم كل التجارب كل الوقت، وحدة قوة قيامة المسيح تقدر تحول اختباراتي لانتصار، وحدة قوة قيامة المسيح تقدر تبدل ضعفاتي بقوته، وحدة قوة قيامة المسيح تقدر تبدل فشلي بكماله، وحدة قوة قيامة المسيح تقدر تبدل عجزي بمجده. قال حتى بالمعاناة أنا بقرب للرب أكثر. كيف؟ لأنه معاناتي تعطيني فهم جديد وحي للي عاناه من أجلي. يا أحبة بقدر لكم أنا ما حققت نمو كتير لما وصلت لقمة الجبل، كل النمو صار فعليا لما كنت بالوادي، فقط لما بكون مكسور بنما بالمسيح. بحياتي ما سمعت عن محصول جيد بينما منيح على قمة الجبل. لكنكم بتنموا أفضل المحاصيل بالوادي، والشركة بألام يسوع المسيح تعطيكم تقدير جديد وحي لألامه من أجلكم، وبتنموا وبتزدهروا. أنا ما بعرف وين حاطين انتو ثقتكن، واحدكن فيكن تجاوب على السؤال. ما بعرف شو هي الانجازات يلي انتو فخورين فيها، واحدكن تعرفوا هالامر. ما بعرف شو هي لائحة المكاسب يلي بتمنحكن فعليا الرضا. شو ما كانت، لما تتقارن مع المسيح فهي ديون، هي نفاية، هي زبالة. لكن اسمعوا أهم أمر أنا وعم بختم، اسمعوني بانتباه. بعتقد إنه معظمنا بيعرفوا إنه لما نروح على السما رح نقول يا إلهي كنت مفكر هالأمور هي مهمة. هل كنت هيدا يلي كنت عم بقلق بسببه؟ لما تقارنوا هالأمور كلها بمحضر الرب ومجده فيكن تقولوا هل كنت، كيف قدرت تكون هالقد غبي واعتقد هالأمور هي مهمة؟ هيدا يلي رح يصير بالسما. لكن مش مضطرين تنطروا لتوصلوا للسما لتكتشفوا هالأمر. تقدروا تكتشفوا هلأ، تقدروا تفهموا من هلأ، تقدروا تفهموا أهمية فرح الرب هلأ. إن أردت أن تتعرف على الله بطريقة شخصية، أطلب نسختك المجانية من هذا الكتاب العثور على الفرح المنشود. سوف تتعلم من خلاله عن محبة الله العميقة لك، وستختبر غفرانه غير المحدود. وإن كانت لك شركة روحية مع الله وتود أن تسير بقربه وفي مخافته أكثر وأكثر، كتيب الخطوات السبع في مغامرة إيمانك
سيقودك إلى بناء علاقة حميمة مع الآب السماوي. أطلب نسختك المجانية الآن.